السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هتقدر تحمل البرنامج، برنامج مجاني لشؤون الموظفين والعاملين. ممكن أقول له ممدوح، تمام، وأجي أقول له هنا مجرد ما أكتب اسم المستخدم أقول له 1 2 3 وأقول له الدخول، بيبدأ يخش لي على البرنامج زي ما أنت شايف كده. تسجيل جنسيات الموظف، تسجيل مؤهلات الموظف، الأقسام، تسجيل وظيفة الموظف، تسجيل البيانات، وتاريخ انتهاء الهوية لو عندك أي حد على تاريخ انتهاء الهوية، وده تسجيل أجازات الموظفين، استعلامات بيانات الموظفين، استعلامات أجازات الموظفين، استعلام إجمالي الأجازات، واستعلام انتهاء الهوية. لو أنا جيت على جنسية الموظف، تمام، ببدأ يشتغل معايا أهو جنسيات الموظف، وأبدأ أشتغل عليه وأبدأ أعرف جنسية الموظف. لو جبت مؤهل للموظف ببدأ أشتغل على المؤهل للموظف، أقول إغلاق كده، وممكن أقوله هنا إغلاق، خلاص كده اغلاق، تمام. وكمان اقسام الموظفين، بيبدا يشتغل معايا اقسام الموظفين، تمام، ممكن هنا. وكمان تسجيل وظيفه الموظف، واقدر اشتغل عليها. بعد كده تسجيل اجازات الموظفين، وببدا اشتغل على اجازات الموظفين زي ما انت شايف كده بالظبط. وكمان اقول له اغلاق، وكمان اقول له تعالى لي، ممكن اقول له استعلام بيانات الموظفين، واقدر استعلم على بيانات الموظفين من هنا عن طريق الاسم او المؤهل او بالقسم او بالوظيفه، تمام. واقدر اقول له كمان، اقول له استعلام اجازات الموظف، تمام، اقول له استعلام، واقول له استعلامات الاجازات، واقدر استخدم الاجازات بتاعتي، تمام. ومن هنا استعلام الهويه، تمام، اقدر استخدم الهويه. وهنا عندي كمان انتهاء الهويه، من لو انا عنده مثلا كتبته مثلا ده 2026، 2026 هبص الاقي لونه اتغير. ولو انا ده كتبته بتاريخ اليوم مثلا 1/12، 1/12 كده، تمام، هتلاقي بص يقول لك التاريخ ده لو قبل التاريخ، وده اليوم، وده ممكن خلال الشهر. ممكن اقول له مثلا 31/12، تعالى كده اقول له تعالى قلب لي باللون الاخضر ويديني الالوان بتاعتي. وهنا بيدي لك البيانات، وممكن تعرض البيانات بتاعتك من هنا والتقارير من هنا. البرنامج مجاني، هسيب لك لينك الفيديو الاساسي وتبدا تخش تحمل من عليه البرنامج. لكن انا حبيت ادي لك فكره عن البرنامج عامل ازاي، برنامج مجاني لوجه الله الكريم، قناه ممدوح جنينه على اليوتيوب. شكرا لحضراتكم.